السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله نقدم لكم زعلوك ومريقة ديال اللحم بالبرقوق. تابعوا معنا الفيديو من الأول للآخر باش تعرفوا الطريقة والمقادير. في المقادير هنا عندنا زوج ديال الدنجالات يكونوا كبار شوية، كننقيوهم من القشرة ديالهم، مش مشكلة إلا بقى شوية، نحيدو لهم الراس ديالهم ونقيوهم من القشرة ديالهم ونقطعوهم قطع صغيرة أطراف تاهو كنحيدوهم كنزولوهم، ماشي مشكل كيف قلت لكم إلا بقى داك القشور بعض من القشور ماشي مشكل، تاهو كيزيدو فواحد الجمالية شوية في اللي كيطيب. هنايا كنقطع الدنجال وكنحطهم كنوضعهم فواحد الطبسيل. هنا بالنسبة لزوج دنجالات هنايا خديت ثلاثة ديال المطيشات تيكونو صغيورين، إذا كان عندكم كبيرة تقدروا ديرو غير كاع وحدة كبيرة كافية. أنا هنايا درت ثلاثة صغار مع جوج ديال الدنجالات كبار. كيف قلت لكم هنايا كنقطعو الدنجال ومن بعد كنقشرو المطيشة كنقطعوها كاملة، كنحيو ليها داك القشور ديالو كامل ومن بعد كنقطعوه حتى هو قطع صغيره بلا ما نحيدو هذاك اللب ديالها، كنحيدو غير القشور فقط. ومن بعد هنا خديت واحد شويه ديال الربيع والمعدنوس قطعتهم، وهنايا في واحد الكوكوط درت دوك القطع ديال الدنجال هما الحسنيين، عاد ضفت فوق منهم مطيشه ومن بعد درت فوق منهم الربيع، شويه ديال الخرقوم الابزار والملح وجوج قطع ديال الثوم والكمون، ضروري الكمون ما تنساوش كيزيد واحد البنه. وهنا درت شويه ديال الهريسه الا كنتو كتبغيوها غير تكون غير شويه ديال البنه ديال الحرور. وهنا درت جوج قطع ديال الثوم كنسدو عليهم كنديرو على نار تكون مهيله ونخليه حتى كيتصفى لمده 10 ديال الدقائق وكنحلو عليه. وهنايا كيف كتشوفوا كيكون ما محروق ما والو، قبل ما بلا والو كيكون باقي شاد، غير مطيشه ودنجال كيكون طاب. تقدروا تمعكوهم غير بمعلقه بحال هكا بواحد المعلقه خشبيه، اولا تقدروا تطحنوهم الا كنتو كتبغيوهم. انا هنايا طحنتهم مطحنوهمش بزاف تاني باش يبقاو يبانو طريفات. من بعد غتشعلو عليهم النار وتخليوهم فوق البوطة حتى كينشفو، ينشفو من هداك المطيشة. أنا هنايا بدلت الكوكوط، عند الكوكوط بغيت ندير فيها اللحم، نفس الكوكوط ما كاينلاش نغسلوها. زدت عليهم هنايا غير التحميرة باش يعطي داك اللوين ديال الأحمر شوية، وخليتهم فوق البوطة حتى كيبانو لنا ناشفين مزيان، عاد باش كنزولوهم فوق البوطة خليهم حتى كينشفو. هنايا خديت داك الكوكوط نفسها غادي ندير فيها اللحم، هنايا كل مره كنبقى نحرك باش ما يلتصقش لينا الزعلوك ديالنا. هنايا خديت هذيك الكوكوط درت فيها هنايا قطعه ديال البصل قطعتهم رقاق، عندي بصله كبيره هنايا شويه، درت شويه زيت العود وزيت الروميه. هنايا حيدت الزعلوك بعد ما طاب ليا وحطيت الكوكوط فوق النار. وهنايا خديت طريفات ديال اللحم، كان عندي طرف كبير وقطعته طريفات باش دغيا يطيب. هنايا غادي نضيف العطريه، هنايا درت شويه ديال التحميره والابزار الخرقوم والملحه وما نساوش الثوم. بغيتو تحكو بغيتو ديرو غير قطع صغيرة. هنا خديت شوية الربيع والمعدنوس قطعته حتى هو، قزبر والمعدنوس عفوا حتى هو ضفتو على المرق باش كنحركو حتى كيتشحر لينا مزيان، عاد باش كنسدو عليه الكوكوط وكنزيدو عليه الماء وكنخليوه يطيب على راحتو ونقصو ليه البوطة حتى كيطيب على راحتو. فوالا بعد ما طاب صبغتو هنايا بالبرقوق. هذا هو الزعلوك كيف كتشوفوه،
كيجي رائع وبنين بزاف. هذا هو اللحم، ضفت زوقته هنايا بالبرقوق، وهذه سلطه رافقه معاهم ديال المطيشه والخس وفلفله. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا لكم.